مدام نيمار. نيمار. عايزين نعرف من حضرتك بتصرفي كم في الشهر او يعني في اليوم؟ خلينا في الشهر. في الشهر 50 60 كده. 50 60 ايه؟ شوية من واحدة. 50 60 ايه؟ جنيه. 50 60 ألف جنيه في الشهر. في الشهر. طب كويس جدا، حلو جدا. كلميني عن بتقضي الصيف بتاعك فين؟ الصيف ساعات باغي. فين؟ باغي. فين؟ باغي. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. فاهم مين؟ باغي. باغي ايه؟ باغي دي بغيري؟ اسمها ايه؟ باغي. باغيس. لا يعني انا شفتها في فيلم انجليزي كان قال لك باغيس. باغي. بغير. لا مش بغير، باغي بس. باغي. حلوه باغي. جدا. لما بتروحي بقى باغي بتصرفي كام؟ نفس ال 50 60. مصري؟ مصري. لا اكيد. لا دولار ولا يورو؟ يورو. عامل البخت وخلت الصوت يا عمو. ما شاء الله. كلمينا على الاوتفيت بتاعك بكام وايه اللي موجود في الشنطه؟ ممكن الاول نشوف ايه اللي موجود في الشنطه؟ فرجينا. شوفي الناس اللي بتصرف خمسينات وستينات معاها ايه في شنطها. لازم نعرف. افتكر يبقى معايا ايه؟ مش عارف. موبايل. موبايل ماشي، ده طبيعي. موبايل. مفاتيح العربيه. عربيه حضرتك ايه هنا؟ في غاري. ايه؟ عقبال عندكم جميعا. في غاري؟ هو ايه حوار حرف الغين في الموضوع؟ في غاري. محفظتي؟ محفظتك؟ فيها كام؟ لا ما فيهاش فيزا بس. فيزا؟ في كام في الفيزا؟ 50 60 برضه. 1000. امولي دي بتغزني، بتغزني الولاد. 1000. ما شاء الله. اللي بتصرفيهم في ده مصروف اليوم. كلميني على الاوتفيت. الاوتفيت خلاص، مش عايز تاني حاجه في الشنطه؟ لا خلاص، الشنطه طلعت بسيطه. ما هي عشان صغيره مش هتكفي حاجه. الاوتفيت برضه كنت جايباه اخر مره وانا في باريس. جبتي ايه بقى؟ كلميني عن الاسعار. الاسعار لا مش فاكره والله. يعني مثلا نقول كلميني عن الطقم ده مثلا. ده كيلفن كلاين جايباه بكام؟ حوالي 4 5. ده اللي فوق بس. ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. انا بنزل، انا ببطع منين بقى؟ العتبه. اكتبوا لنا يا جماعه بتعملوا شوبينج منين وبتصرفوا كام في اليوم، ولايك وشير للفيديو ده.